تقول لي من هذا المنبر صحياتي نعطيها ليه. ولكن علاش كتبكي دابا شاهينة؟ ما عرفتش يقدروا الناس يبقوا يعيروا لي ولا شي حاجه. ولا غير كنتي شي وحده كتير غير شنو هو الحب؟ تقول لي اختي اش اش غنقول لك؟ يلا هضرت معاك اول مره كنهضر معاك. دابا خاصك تعرف واحد القضيه، دابا خاصك تبردي على راسك فهمتيني، وما يستاهلش تبكي على شي حاجه. المهم انا راه ماشي من داك النوع اللي غادي نبقى نهضر وندير. انا كنشكرك بزاف على هاد الهضره هادي فهمتيني سميره مالكي. انا بغيت نكمل معك حياتي بكل صراحه. اشنو عجبك فيا؟ انا كنقولها لك ما بغيت لا سوشيال ميديا والو شاهينة هذاك الشيء كامل شاهينة نكملوا حياتنا بزاف. لا انا الدموع نزلوا لي بكام. اشنو عجبك فيا؟ شاهيناز تبينا زوينه، بين انسان زوين وقلبك زوين. طيب القلب ديالك وحنت انت انسان طيب وانسان مزيان. هذاك شاهيناز شاهيناز. نعم اختي. واش كضحكوا ولا ما ولا هادشي دوك الافلام اللي كديروا؟ بان لي بصح هادشي بان لي بصح سميره ما كذبش عليك. شوف اختي سميره انا كنهضر معاك بصح، ولا كان موافق كلشي غادي يدوز قدام عينك وان شاء الله غادي تحضري لعرسنا. انا عباد الله مع واحد في نفس الدار وجالسه كتقول حنا نطلق له العده ديالي. واش انا ماشي راجل؟ انا ماشي مواطن مغربي؟ انا ما بدوزش العرس. سيد الرجال ريح. والله الا كيطلع لي الدم سميره قسما بالله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. خوتي خواتاتي ما تنساوناش من البارطاج وما تنساوناش من اللايكات ديالكم باش دائما نزيدكم المزيد. والله العظيم اش غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عرفتش منين نبدا. يعني هاد المنظر كما شفتوا معايا، المقطع اللي شفتوا معايا صراحه مضحك والله العظيم كيقتل. راه بكيت بقوه الضحك، راه والله العظيم الا حتى بكيت. راه هاد المنظر هذا اللي وصلنا فيه وهاد المهزله اللي وصلنا فيها في اليوتيوب، فهذه هي اللي خلاتنا اللور 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 وخلاتنا نتفرجوا كان في المسخره، خلاتنا نتفرجوا كان في اش غادي نقول لكم. والله ما عرفت منين نبدا لكم قسما بالله. واش بغيتي نعرف شنو هاد الشوهه هادي؟ واش هاد البنت هادي ما عندهاش عائله؟ ما عندهاش ام تتبع بنتها تشوف بنتها شنو كدير؟ ما عندهاش اب؟ ما عندهاش خوت؟ انسان مسكين مقلوب عليه القفه، الله يشافيه ويعافيه. انسان مسكين مريض كما شفتو كينقز مسكين، داير بحال داك بريسلي إيكا هاي هاي نقز. هذه كتبغيني هذه اش بغيتو في هذا السيد مسكين؟ واويلي قلت الرجال، قلت عليكم الرجال. هذه هاد البنت هذه اللي طالعه 23 سنه قالت لك عندها جوج الماء، بغيتي دابا نعرف واش هذه مؤامره او هو كيعرف هاد البنت قالها طلعي هضري بحال هاد المنظر باش يغير الاخرى. فهاد الشيء لا يعقل وما كيدخلش للدماغ وما كيدخلش للمخ. فهاد المناظر اللي خصنا نهضروا عليها، هاد المواضيع اللي زعما كنهضروا وكنهيو عليها بنياتنا باش ما يديروش باش ما يطيحوش في هاد المواقف هادو اللي ولاو اللي شافوه عشقوه. هادي دابا غادي يدير بزاف الناس غادي يديروا بحالها، كيعلموا. شوفوا المحتوى اللي وصلنا ليه، شوفوا المحتوى اللي ولينا كنشوفوه والمناظر هادي اللي ولينا كنشوفو فيها. فلا حول الله يا رب، اش من زمان وصلنا ليه، اش من زمان وصلنا ليه اللي كنشوفو هاد هاد المنابر اعلاميه وكيطلعوا في منابر اعلاميه كيصرحوا بهاد المواضيع. السيد قالك باقي ما مطلقش، يلاه جابد لينا تليفون قال لك خاطب وحده من بلجيكا، يلاه طلعه وحده كتطلب وكترغب، عندها جوج فيرمات، عندها جوج حوانت ولا ما نعرف شنو، عندها اراضي عائل. زعما انت يا 23 سنه
جوج فيرمات هذيك كنا تعباك معليش، قلتي جوج د المكازات وجوج د الحوانت يعني في سميتك انتيا، بغيتي تعطيهم النزار هذا يعني 23 سنة، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ فإلا باك دارهم لك غادي يخليهم لك ويقبل على هذه المهزلة اللي طلعتي بها في هذا المنبر إعلاني تهضري أنا بغيت داك الإنسان وعطيني فرصة، فهذاك وجهك ولا كفاك؟ أقولي لي وهذاك وجهك ولا كفاك؟ ما جبرتي كاع ما تبغي وما جبرتي ما تعشقي إلا داك الخليقة مسكين. انا هذاك الخليقه انا ما نظلموش وما نلومش عليه، لاني هذاك الله غالب، القفاه مقلوبه عليه مسكين، هذاك معطى الله، هذاك معطى الله مسكين مريض وعرفناه مريض وكيشرب الدواء، فهادي انت اللي بعقلك 23 سنه، فكري شويه غيفليشي شويه، وافين غادين وافين غادين على الشيطان وحشموا على عاراتكم وحشموا على عاراتكم. لو كان بالك ربما كانت عندك قناه لو نقولوا بغيتي تطلعي قناتك وبغيتي ديروا البوز، فهادي راهي مواطنه مشاهده طلعتي، فلا حول الله. كما قلت لكم الناس ولات كتطلع الا بالفضيحه، وطالعين بالفضيحه وهابطين بالفضيحه ورابحين من الفضيحه وعايشين بالفضايح وداروا المشاريع بالفضايح واكلين كما قلت لكم، واي حاجه داروها في حياتهم الا بالفضائح، الله ينجينا منهم. هاد الشيء وقتاش خلق؟ خلق من اللي خلق هاد السوشيال ميديا وهاد اليوتيوب واللي اير اللي جا وحل القناه وبدا يحط فيها الفضايح باش يربح الاموال الطائله. كما كنقول لكم دائما كنهضروا في هاد المواضيع، وكنتمنى الناس كلهم المعقولين يهضروا في هاد المواضيع، لا علا نقدروا نقاوموا ونقدروا نوصلوا لشي حل لهاد الناس هادو، لان هاد الناس تغاو بزاف، تغاو شبعوا فلوس الادسنس وشبعوا فلوس من هاد القنوات اللي جالسين كيديروا فيهم اي حاجه، لاني وهادشي لمن كامل لمن يرجع للمشاهد، لان المشاهد لما كتحط له حاجه تاع المعقول ما كيتيقوكش، ولكن لما كتحط له مهزله ومسخاره بحال هذه ف فتوت سويت كيتيقو بيك وكيتفرجوا فيك، سورتو كيتفرجوا فيك وكيبقاو يضحكوا دايرينها اير كيقولوا ليها اير كوميديا جايتهم كوميديا، كيضحكوا وكيتمهزلوا فيها وصافي، الناس بغات تضحك ما بغاتش المعقول، فهمتوش الزمن اللي وصلنا ليه؟ ولكن شكون اللي ضيع فيه؟ ضيع فيه المغاربه والجمهور المغربي اللي تلوت صراحه، تلوت وتلوت بزاف، كل شيء ولا كيهضر عليه، العالم ولا كيهضر عليه، العالم ولا كيهضر على 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 المغاربه وعلى الشوهه ديالهم اللي دايرينها، داروها مع عيالاتهم مع بناتهم مع احبابهم مع، ومن تجي تشوفي حل كما كنقولوا حل العقده تلقى خيط، ما كاين والو، كاين اللي دايرها اضربها بالعاني، كاين اللي دايرها ايه افلام، في الاخر ما كاين حتى شي حاجه، واحد الانسان جاب لكم محتوى زوين نقي ما كتفرجوش فيه، خاصها يدير شي فضيحه باش ديروا فر كتمشيو لعندو، يعني هذا المجتمع ديالنا، يعني من الكيوريوزيتي من الناس اللي باغيه تطالع باغيه تشوف، دونك فوالا هذا هو المشكل ديالنا نتاع المتابع شنو كيتابع، ما نهضروش غير على هاد الناس اللي دايرين هاد الشوهات، لو كان جا كل واحد يدير شوهه يتعاونوا عليه يسينياليوه فما غاديش يبقى على السوشيال ميديا، للاسف الشديد الناس كتدخل تفرج وكتزيد تشجع، دايرين جروبات يعني جروبات في السوشيال ميديا، فر رحنا مع هذا، فر رجعنا مع هذا، فر انتفعوا على هذا، واخا انسان ما كيعرفوهش كاع، هي المهم خصهم يكومونطيو ونهضر حتى على الناس، يعني هذه رساله للمتابع، يعني اير في لي كومونتير، فر كيكتبوا كيضربوا في الكومونتيرات كيبقاو يتعايروا، فهمتوا؟
دونك اللي كيوقف المخ والله العظيم، وهاد المهزله وهاد خيانه زوجيه، وحده مطلقه وحده ما نعرف شنو وحده لا حول الله، وصافي هاد الشيء اللي نقوله. خوتي خواتاتي، وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ينال اعجابكم، ونتمنى نحاربوا هاد نقدروا نقولوا هاد الفساد او هاد الاجرام اللي كيوقع في بلادنا، وهاد الكذوب وهاد هاد المسرحيات اللي كيصنعوهم من اجل الفلوس ومن اجل باش يربحوا، لان الدراع ما بقاش وياكلوا بالعرق ديالهم الجبين ديالهم، فما بقاش، بقاو معولين على السوشيال ميديا، فجهلوا على السوشيال ميديا، فداروا اي حاجه على السوشيال ميديا، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما كيفكروش في الاخره، فكيفكروا ايه في الدنيا، فالدنيا ما دايماش. وردوا عليا في التعليق، ونقول لكم تبقوا على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله، وشكرا لكم، والى اللقاء علامة الساعة.